قد يصدر حكم قضائي من طرف جهة قضائية في دولة أجنبية بشأن نزاع ما، ويريد أحد أطرافه تنفيذه في الجزائر أمام القاضي الجزائري لمصلحة له في ذلك أو لاعتبارات معينة. فهل سيعامل هذا الحكم الأجنبي بنفس المعاملة التي تعامل بها الأحكام القضائية الجزائرية من حيث تمتعها بالقوة التنفيذية وبحجة الأمر المقضي بها؟ والأهم، ما هي هذه الأحكام القضائية الأجنبية وما طبيعة قضاياها؟ ولماذا يجب أن تنفذ في الجزائر؟ ولماذا لا تصدر من القضاء الجزائري؟ المصادقة على الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر موضوع حلقة اليوم من ركن استشارات قانونية. مرحبا بك الأستاذة منى كباب. وبيك شكرا أخت أسمع الاستضافة من جديد. الله يسلمك أستاذة. واش نقولوا عن المصادقة الأحكام القضائية الأجنبية؟ كيف سمعوها يعني؟ الأحكام القضائية الأجنبية هي أحكام عادية، شأنها شأن الأحكام القضائية التي تصدر في الجزائر نفسها، لكن الفرق الوحيد أنها تصدر من دولة أجنبية، بمعنى أنها لم تصدر من الدولة الجزائرية، وهذا الصدور تاعها من دولة أخرى يجعلها أجنبية، سواء كانت من تونس، المغرب، فرنسا. هذا شكل برك ما عندناش فيها إشكالية تاع ما طبيعتها، هي حكم قضائي أو قرارا كان. المهم كاينة هيئة مختصة أصدرتها، سواء كانت قضائية أو هيئة دولية مطالب بتنفيذ أحكامها مثل المحكمة الدولية مثلا، هذه تعتبر أيضا حكم قضائي أجنبي ينفذ. أستاذة، هذا الشخص لما يجي شخص إلى الجزائر يعني باش نبسط المفاهيم ويلجأ للقضاء الجزائري باش ينفذ له هذا الحكم الأجنبي، ما هي طبيعة القضايا اللي تستدعي الشخص الجزائري أو أجنبي يكون في الخارج يبحث على أنه القضاء الجزائري يطبقها هنا؟ شوفي الأخت أسماء، هي في الحقيقة الأحكام الأجنبية تنفذ في الدولة الجزائرية، نهضر بالخصوص على الجزائر وطنك احنا جزائريين، تنفذ في الجزائر بناء على اتفاقيات تعاون، لأنه أصلا العالم ككل حاليا وش ولا يدير، ولا التعاون بين ولا قرية أصبح قرية صغيرة، هذا التطور الاقتصادي ولا الوضع اللي احنا عايشينه حاليا ما عادش يخلي الحدود ما هي إلا تلك الموجودة على الخريطة تقريبا، وكأنه العالم كي تدخل انت في السوشيال ميديا ما تلقيش فرق بأكي هنا وكي تهضري مع ناس فبعيد عليك، خصوصا المعاملات التجارية كثير، المعاملات التجارية، المعاملات المدنية، حتى احنا وعلاه نهضروا في نقولوا في الكلام هذا، لانه الاحكام الاجنبية عندما تصدر ويسعى مثلا مواطن جزائري الى تنفيذها هنا عنده غرض من ذلك، وتنفيذها يتم وفقا للتعاون بين تلك الدولة والجزائر. اعطينا امثلة عن بعض القضايا. نعطيك مثال عن حكم اجنبي للتنفيذ في الجزائر، مثلا احكام الطلاق. أحكام الطلاق التي تصدر في المحاكم الأجنبية، العديد من الأحكام أنها تصدر بين مثلا طرفين جزائريين أو أحدهما يتمتع بجنسية أجنبية والآخر جزائري وحب يرجع يعيش هنا للبلاد، ويفاجأ بأن حكم الطلاق الذي صدر في المحكمة الأجنبية ما لم لا يسري مفعوله هنا في الجزائر، وأنه لا يتم ما يشوفولوش أصلا، وكأنها تبقى تلك المرأة، وخاصة هذه الأمور تصرى للنساء يعني أغلب الأحيان أنها تصرى لما تحب تجي ترجع تعيش هنا ولا تحب تستخرج شهادات ميلادها تلقى بلي ما زالت متزوجة من فلان، في حين أنه الطلاق تم عنده مدة، فيا لبقى لها إلا سبيل واحد وهو تسجيل ذلك الطلاق في الجزائر. تسجيل الطلاق في الجزائر به كما نقولوا احنا تصفي الوثائق تاعها الإدارية وتكون قانونية، لابد أن تتخذ إجراء تنفيذ المطالبة بتنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر، لأنها ما تعودش طلاق قد الرابطة الزوجية التي كانت تربطها به انقضت وفت سيبون، واش تولي وامامها لم تسجيل هذا الطلاق. هذا التسجيل يستوجب انها تعمل طلب لرئيس المحكمة ترفع قضية يعني في الحقيقة،
من أجل تنفيذ هذا الحكم الأجنبي في الجزائر. وبالتالي هنا المقاضي الجزائري يجد نفسه مجبرا به يعاود يدخل للحالة وكيفاش اتطلقت ويعاود يدخل في موضوع صلب القرار أو صلب الحكم الأجنبي المراد تنفيذه، ما يعاودش يدخل في هذاك الحكم، وإنما يكتفي بملاحظة ومعاينة إن كانت شروط تنفيذه في الجزائر المستوجبة قانونا متوفرة في هذا الحكم أم لا، لأن هناك شروط وضعها القانون. وما نقولكش كاين قانون خاص، لأنه في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية تلقى نقص مراجع على أساس أنه مبني تقريبا على اتفاقيات دولية تعاونية بين مثلا نعطيك على سبيل المثال الاتفاقية تاع 1983 بين الجزائر في اتفاقية الرياض بين هنا كانت الجزائر طرفا في هذه الاتفاقية. وشو مضمن الاتفاقية هذه؟ مضمونها كيفية أن تنفذ الأحكام الأجنبية الصادرة بين الدول المتعاقدة في البلدان المتعاقدة. مثلا حكم يصدر في الرياض في السعودية كيف حتى يتنفذ لي أنا في الجزائر؟ لأنه تنفيذ أحكام أجنبية في بلد آخر أو فيه أيضا علاقة بالسيادة، وكان لوقت مضى كان إشكال فقهي بيناتهم، هل تنفيذي أنا كدولة لحكم أجنبي انتقاص لسيادتي أم لا؟ فهمتيني كيف ما تسمى هذا الإشكال اللي يطرح، في حين أنه التعاون الدولي يقتضي أنه يتم تنفيذ هذه الأحكام وفقا لشروط معينة ومحددة في الاتفاقيات المبرمة، كما تاني الاتفاقية اللي بين الجزائر وفرنسا في تسليم المجرمين وفي تنفيذ الأحكام الأجنبية سنة 1964، هذيك الاتفاقيات اللي داخلة فيها الجزائر، وعلى أساس تلك الاتفاقيات أوطونك هي تسمى عن القوانين العادية يتم هنا تعديل القوانين تاعنا الداخلية الجزائرية بناء على الاتفاقيات المبرمة. جميل أستاذة. أستاذة، هل حدث أو فيه قانونيا مسوغ أو مبرر أنه القاضي الجزائري يرفض طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي بالجزائر؟ أكيد تحدث مرارا وتكرارا، لأنه قلت لك مهمة القاضي الجزائري هنا وش تكون؟ مش مراقبة النزاع ومعاودة أنه إحياء النزاع من ضرب جديد، لا، القاضي يكتفي بملاحظة الشروط. وعلاه؟ لأنه الحكم الأجنبي في الجزائر حتى ينفذ يكون فيه لازم أنه يكون أول حاجة أجنبي معناتها صادر عن دولة أخرى، تاني حاجة لازم يكون هذا الحكم صادر وفقا في القانون الخاص، يعني يا إما مدنية أو تجارية المواد اللي صدر فيها هذا القانون، وتالت حاجة اللي هي أهم أنه يكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه، هدية كشروط عامة، الشروط العامة لأن يكون الحكم أجنبي مطالب بتنفيذه. يحدث في حالة ما أنه يتم كما قضية من بين القضايا اللي مروا في الميدان أنه كاين حكم أجنبي صدر عن محكمة ألمانية طلق زوجين، المرأة الرجل جزائري والمرأة كانت ألمانية، وفي ألمانيا كان الحكم ما يكونش نهائي بالنسبة ليهم، حكم الطلاق اللي وقع فقط يكتفي، ما فيهاش كيما نقولوا احنا ما كانش حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه، يصدر ابتدائي بالنسبة لهم نهائي، ما يذكروش الصيغة كلمة ابتدائي نهائي كما يحدث في القرارات والأحكام الجزائرية، وإنما يصدر على أساس أنه ابتدائي. هنا رفض تنفيذه في الجزائر ورفض تسجيل ذلك الطلاق لأنه كلمة نهائي غير موجودة، قالك ما حازش لقوة الشيء المقضي فيه، أنا لا أنفذه في الجزائر، وأعيدت القضية مرات عديدة من أجل الحصول على هذه الصيغة حتى نجبنا استفسار من المحكمة، تبيان من المحكمة الألمانية بأنه حكم نهائي وفقا لقوانينها. جميل، معناتها المشرع القاضي الجزائري يسهر حذر جدا في تطبيق الأحكام الأجنبية لأنها مسة بالسيادة، وفيما يتعلق بسيادة ما كانش تسامح. جميل أستاذة. مشاهدينا الكرام، نشوفوا واش جابنا الزميل عمر بتقى من انطباعات الجزائريين حول تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر. هل هذا الموضوع الشارع الجزائري على دراية به، وما هي انطباعاته؟ نشوفوا نعود نرجع. المصادقة على الأحكام القضائية الأجنبية، أنا بالنسبة لي كل واحد والقانون تاعو راه باين. نقدر نقول لك يعني المشاكل تاعهما والمشاكل تاعنا يختلف، تروح تجيب أنت يا كاش كيما يقولوا تاع القضاء
تاع تما كطاو لك الحق وتجي لهنا ما عندك حتى حق. دونك انا بالنسبه ليا كيما يقولوا ما يساوي والو، ما يقدروش يحكموا به، باسكو علاه القضاء تاع الخارج وتاع لهنا ماشي كيف كيف. مثل هذه الامور يعني مهمه جدا، خصوصا اي مواطن جزائري او اي مواطن يكون في الخارج ويدخل الجزائر لازم تكون هذه المصادقه. نتمنى ان شاء الله هذه مثل هذه المصادقات كل مواطن جزائري يعرفوها، وحنا نشكر لكم انتم كقناه وطنيه انكم تطرقتوا لهذا الموضوع المهم، مهم جدا خصوصا ما يتعلق بهذا. حنا نعرفوا ان المواطن يكون في الخارج الجزائري لازم له اوراق وجسمه كلش، ولكن فيه بزاف صعوبات. نتمنى ان شاء الله يخفوا شويه اجراءات في هذا السياق. رئيس الجمهوريه منذ شهرين، قرابه شهرين، خرج في خطاب يعني يشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية. لماذا؟ ليعطي للقضاء وكذلك القضاء يعطي للدولة، القضاء يكون القضاء عنده كما نقولوا حنايا عنده مصداقية، وتحس بلي راك في دولة القانون، عنده هيبة القضاء والأخر. وبالتالي ماذا بينا الجهاز تاع القضاء، وزارة العدل وحافظ الأختام وهذا يعني، وجهاز القضاء، هذه المنظومة القضائية أو الأسرة القضائية تعمل ب يعني تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص الأحكام القضائية داخل الوطن بين الولايات وداخل الوطن، وحتى الأحكام القضائية الأجنبية وتطبيقها وضرورة المتابعة القضائية. نركز لك على هذه المتابعة القضائية للأحكام داخل وخارج البلاد خاصة المستعجلة منها. صح، دوك انت السؤال يتمحور حول إمكانية تنفيذ حكم قضائي من دولة أجنبية داخل الوطن الجزائري. طيب هذا يرجع للمشرع الجزائري إلى نص في القانون الجزائري على هذه الحاجة. أنا على حسب وش نستحضر مع المعلومات اللي راي في رأسي، والله أعلم الخبير القانوني يزيد يعود، الله أعلم، في يشترط في ذيل الحكم يكون الحكم يكون مذيل، يعني مذيل بتنفيذ الحكم القضائي. في هذه الحالة لما يجي وتكون مدة يعني قصيرة الله أعلم، كي يجي هذاك الإنسان يجيب الحكم القضائي ويكون متذيل، يعني العريضة أو الحكم يكون مذيل، يكون عنده فعالية من دولة أجنبية فرنسا ولا. على بالك علاش في الغالب هي لا تطبق الأحكام هذه من دولة إلى دولة؟ لأنه القانون تاع دولة يختلف مع قانون تاع دولة أخرى، وكاين حاجة واسمها في كبارك، كاين حاجة أخرى ما نغفلوش عليها، التقادم، ما يعرف بالتقادم. كاين اللي يجيب حكم قضائي ويضرب مدة، لأن كاين الآجال القانونية، الآجال القانونية حاجة والتقادم حاجة، لأنه عليه قرار لما يكون متابعة تنفيذ القرار لما يصدر من على يعني حاجة عامة كما نقولوا كما الجنائية، خاصة الجنائية، الدولة تتكفل بتنفيذ هذاك المتابعة. إلافت الآجال القانونية ما تلفدهولكش الدولة، وإذا كان غير مذيل، وإذا كان تقادم كان عليه تقادم يعني فاتت المدة يعني المحددة، وكان شوف هاد الأمور متشعبة بزاف، يعني الإنسان يرجع إلى المشرع الجزائري ويشوف وش يقول المشرع الجزائري. أنا أعطيت لك بصفة عامة هاد الأمور، يعني الأحكام القضائية والأخر من دولة تختلف من دولة لدولة. كاين عبك باللي إقليميا كاين دول عربية تدير يعني تدير اجتماعات ومنتديات ومنها باش يسمح لتنفيذ قوانين من دولة إلى دولة، يعني الدول العربية في الدول العربية فيما بينها أو المجلس الإسلامي الأعلى، المهم يديروا يعني، ولا بين دولة ودولة كاين بيناتهم مواثيق دولية ولا قوانين دولية، مثلا في تسليم المجرمين ولا تسليم ولا الجرائم العابرة للحدود ولا القارات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، مرحبا بك الأستاذة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ولدى مجلس الدولة الأستاذة كباب منى. أستاذة، نواصل حديثنا فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية بالجزائر. أستاذة، نشوف أنه تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية يجعل من إنكار تلك الأحكام الأجنبية بصفة مطلقة يتعارض
مع حاجة المعاملات الدولية. يعني نشوفوا في ظل هذا التطور التكنولوجي كما قال ماكروهان أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة، هل ترين باعتبارك أنك محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة؟ يعني كمعلومة يأخذوها مشاهدينا أنه الشخص باش يولي معتمد لدى المحكمة العليا ولدى مجلس الدولة لازم تكون عنده خبرة وعمل وممارسة على مستوى المحاماة أكثر من 10 سنوات ما شاء الله. وانت عندك في القانون الجديد 12 سنة، وانت عندك 15 سنة ما شاء الله. يعني أستاذة، هل شوفي بالقوانين الحالية في الجزائر أو الاتفاقيات الجزائرية والمعاهدات المبرمة سهلت من مهمة تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر، على اعتبار أنه فيه ملايين من الجزائريين مقيمين بالمهجر ضمن يعني الجالية تاعنا؟ هتشوفي بالقوانين الحالية هاي تساعد الجزائري اللي يسعى إلى أنه يطبق الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر؟ شوفي، هو في الحقيقة الأخت أسماء كلش مبني على التعاون الدولي بين البلدين، لأنه الجزائري إذا في حالة ما، إذا مثلا نفترضه أنه كان يقتل في بلد أين الجزائر لم تتعاهد تتفق معه على كيفية تنفيذ أحكام ذلك البلد الأجنبي على مستوى ترابها، هنا يوقع ربما الإشكال للمواطن. وعليه كاين الفكره تاع انه يلجا المواطن الجزائري احنا في القانون الدولي نتحدث دائما عن سياده الدول. هنا لما القانون الدولي الجزائري يقول بانه اي مواطن جزائري عنده جنسيه، اي مواطن جزائري وعنده الجنسيه الجزائريه يتمتع بها وتعرض للاشكال مهما كان نوعه، يقولك في القانون الجزائري اولى بالتطبيق. هنا في القانون الدولي احنا تسمى كاينه رعايه تاع الدوله لهذوما الجزائريين المقيمين في البلدان الاجنبيه. وبالتالي في حاله ما اذا تعرض الى شيء معين من هذا القبيل وانه حب ينفذ قرار ولا هذه كلها ما تتوقف على التعاون بين ذلك البلد والجزائر. وعاده الجزائر تقريبا الاتفاقيات الدوليه راهي عديده ثنائيه كانت ام جماعيه اللي دخلت فيها الجزائر وتعاقدت مع الكثير، كانت طرفا في العديد من الاتفاقيات، وهذا فقط إلا لتسهيل حياة المغتربين اللي هي هو الحماية لمواطنيها عبر كافة في جميع أنحاء العالم. يعني جميل. نشوف أستاذة وش نقصدك يقول هذه العبارة نوضحوها، ما معنى أن يكون الحكم القضائي الأجنبي صادرا في مواد القانون الخاص؟ إيه، هذا شرط من شروط اللي كنا نحكيوا فيها من قبل، لانه قلنا في كيف يعتبر الحكم اجنبي ونقولوا او حكم اجنبي، قلنا لازم يكون اجنبي، يعني يكون صادر من دوله اجنبيه او هيئه دوليه معتمده مثل المحاكم الدوليه مثلا. في حاله ما اذا مثلا يصدر لابد كشرط ثاني انه يكون في القانون الخاص. بمعنى القانون الخاص يعني فيما يتعلق بالمسائل المدنيه والتجاريه، على فرض أن الجزائر هنا تحفظت فيما يخص الأحكام الإدارية والجنائية غير على غرار جميع الدول، لأن الإداري عنده علاقة بسيادة الدولة، بتحط الجزائر نفسها علمي حك مع دول أخرى وين يقدروا يتدخلوا في نظامها الإداري ولا منظومتها الإدارية، كان كاين نوع من التحفظ هنا طبيعة الحكم أصلا. بالتالي على هذيك حدوه وحصروه في كلمة القانون الخاص، مواد القانون الخاص اللي هي مدنية كانت تجارية ومدنية على وسعها، كما نهضروا على قضايا الطلاق، كما نهضروا مثلا على القضايا تاع الديون، كما نهضروا أمور مماثلة. مع أني عندي واحد تعقيب ولا ملاحظة نقدر نقوله، أن الجزائر باش تنفذ أحكام أجنبية لابد من وجود شروط أخرى، من أهم الشروط التي يجب أن تكون موجودة عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم جزائري سابق. هنا كان ديجا صدر في القضية، لا ينفذ حكم أجنبي تعارض على حكم جزائري، لأنه مستحيل تفضلي حكم أجنبي على حكم بلادك، يجب أن لا يتعارض معه. ايه بيان سور. وزيد بزياده لازم تكون كاين شرط مهم، ان لا يمس بالنظام العام والاداب العامه، لانه حنا باه نجيو ونجيبو حكم اجنبي ثقافه مختلفه وعقليه مختلفه بغض النظر على الجهه مصدرته، هنا نقولوا ننفذوه هو يتعارض مع ما هو مقرر شرعا في الجزائر ويمس بالاداب العامه،
هنا ما لا ينفذ، على الرغم من أن المشرع الجزائري في هذه النقطة ما حددش ما هي الآداب العامة وما هي الأخلاقيات اللي لازم يكون بها، وترك المسألة منوطة للقاضي، القاضي اللي يخزر في الملف، اللي عنده الملف ينظر فيه، هو اللي يحدد اسكو فعلا هو الموضوع تاع هذا الحكم ماس بالشرع ولا لا. مثلا نفترضوا على حكم ميراث والارث تاع هذيك المراه في الوضع الحالي كان يفوق ما يقرره الشرع في الجزائر، لانه احنا قانون الاسره قانون في المواريث راهي كامله صافيه من تقريبا قانون الاسره كامل شريعه اسلاميه، وبالتالي المساس بالارث اللي هو شريعة إسلامية الشارع الحكيم اللي صادر من فوق سبع سماوات، نجي وإحنا نفدو حكم أجنبي مخالف؟ يستحيل، الجزائر ما تلعبش. أستاذة يقول أنه في حالة عدم وجود اتفاقيات فهل يقدم هنا القاضي الجزائري على إعمال شرط المعاملة بالمثل؟ أكيد، لأنه هنا دركا نقول لك هذه العبارة تاع المعاملة بالمثل تعتبر وكأنها قاعدة دولية، لأنه واستعملت في العديد من المرات حتى في طريقة دخول وخروج الأجانب. الجزائر لما يتعرضوا المواطنين تاعها إلى انتهاك معين ولا تفتيش معين كما حدث في الأمريكا، وفي كانت الرعاية الأمريكيين لما حبوا يدخلوا للجزائر عملتهم نفس المعاملة من حيث التفتيش ومن حيث الإجراءات الصارمة اللي تعاملوا بها الجزائريين، اللي هي نفس الشيء بالنسبة للأحكام الأجنبية. إذا المشرع الجزائري اسمح بأن ينفذ هنا القوانين، سمحت لنا أنه ينفذ الدولة الجزائرية سمحت بتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي على أراضيها، لابد أن يكون الحكم الجزائري الصادر من في الجزائر قابل للتنفيذ بذات الصفة في الدولة التي تريد أن ينفذ حكمها. زعما فرنسا تصدر حكم وإحنا متفقين معها على تنفيذ ذلك الحكم واستوفى جميع الشروط، وفي المقابل أنه الحكم الجزائري رفضت فرنسا تنفذه، وهنا يعتبر المعاملة بالمثل تستوجب أن الجزائر لا تنفذ ذلك الحكم. جميل، شكرا لك أستاذتنا. إذن مشاهدينا، خلاصة القول أن الأحكام القضائية الأجنبية تقبل التنفيذ أمام القاضي الجزائري ولكن وفق شروط معينة، ويخضع هذا التنفيذ لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر إذا توفرت شروط تطبيقها، أو للاتفاقيات الثنائية الخاصة التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى، وفي حالة التعارض فيما بينها فإنه تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي. ألقاكم بخير.